طب سأتي إلى هذه المراسيم وخطورتها، لكن باعتقادك الآن دكتور، ما نتحدث به الآن ما زال محل نقاش في الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض أم لا؟ هناك الآن أكثرية الشارع التونسي أصبحت منقسم. ضد الشارع التونسي منقسم. الشارع التونسي ممكن أن أقسمه إلى شارع النخبة والشارع عموما. شارع النخبة تدخل فيه المنظمات والأحزاب والمثقفين والفنانين وإلى غير ذلك من الذين يطلعون على الواقع السياسي ويمسهم الواقع السياسي، وعندما يلمسهم الواقع السياسي يشعرون به ويرونه. وما بين الشعب الذي يبحث عن العيش ويبحث عن سلة الغذاء. الشعب الذي يبحث عن سلة الغذاء عدد كبير جدا منه مع قيس سعيد. شعب النخبة جزء منه ذهب مع قيس سعيد في البداية، بعض المثقفين بعض الفنانين، الاتحاد أخذ موقف وسط، وحزبين كانوا أو حزبان كان مع قيس سعيد. بمرور الزمن اهترأت سردية الإصلاح عند قيس سعيد، اهترأت سردية الإصلاح. لماذا؟ لأنه بقي مدة طويلة جدا لم يجري ولا أي إجراء إصلاحي. كان الناس ينتظرون أنه سيقدم بعض الفاسدين للمحاكمة، كان الناس ينتظرون أن يخضع بعض المؤسسات للمحاكمات والتفتيش، كان ينتظر البعض أنه هو كان عنده رأي أنه نسبة مئوية من النواب فاسدين، فكانوا ينتظرون أنه هذه النسبة المئوية سيفصح عنها ويفتح ضدهم تحقيق. لم يحصل. كانوا ينتظرون أنه يتكلم عن مجموعة من رجال الأعمال والفاسدين الذين يعرفهم والذين يلتقون بالليل ويخططون إلى غير ذلك، ينتظرون أنه سيقدمهم. ولكن كل هذا تركه جانبا وذهب إلى بعض المخالفين السياسيين من النواب المساكين من أجل قضائهم أمام القضاء العسكري. فاهترأت هذه سردية الإصلاح أمام الكثير، بما فيهم كثير جدا ممن كان يسانده. وأخيرا رأينا الاتحاد العام التونسي للشغل أنه كان في مرحلة وسط ماسك العصا من النصف. نعم. قدم مشروعا للحوار رفضه الرئيس قبل الثورة، قبل 25 يوليو، قدم مشروعا آخر بعد 25 يوليو وضع في سنة، فخرج عن وسطيته إذا بدك بهذا التوصيف. الاتحاد الآن أخذ موقف، الاتحاد الآن بدأ يأخذ موقف وهو متأخر جدا. يعني الاتحاد، أنا في رأيي الشخصي الاتحاد العام التونسي للشغل من اليوم الأول كان يمكن أن يوقف الانقلاب. وحتى سئلت مرة في مناسبة سابقة أمام مذيع من المذيعين، قال لي إلى هذه الدرجة؟ قلت له أنا عندي قناعة أنه الاتحاد العام التونسي للشغل قادر يسقط أي رئيس أو أي منظومة قائمة في الدولة التونسية، ما زال بهذه القوة إلى يومنا هذا، إن جاءه الضوء الأخضر من جهات معينة داخلية وخارجية. هذا رأيي. قصر الإلزام مباشرة يعني؟ الله أعلم. طيب، ولكن لكل، طب هذه نقطة حساسة واتهام، هذا اتهام مباشر للاتحاد منك. لا، ليس اتهام مباشر. الاتحاد له علاقاته داخل تونس وخارج تونس بمنظومات كثيرة داخلية وخارجية. لماذا اتهام؟ ولكن نحن رأينا مرات كثيرة جدا أنه بوصلت الاتحاد وطنية 100%، وأحيانا بوصلت الاتحاد تتأخر كثيرا. ما الذي يترك الاتحاد يوم 25 يوليو يدخل في اجتماع لم يخرج منه إلا بعد يوم ونصف، ولا يصدر قرار واضح أمام 25 يوليو إلى بعد يومين؟ ما الذي يترك الاتحاد رغم إهانة رئيس الجمهورية له، رغم إهانة؟ وعندما أتكلم عن الاتحاد هنا أتكلم عن المركزية النقبية، أتكلم عن قيادة الأولى للاتحاد، لا أتكلم عن الاتحاد كمؤسسة وكجسم، وإنما أتكلم عن قيادة الاتحاد. ما الذي يجعل قيادة الاتحاد ترضى بهذه الإهانة؟ أنه تتوجه لرئيس الجمهورية بمجموعة من القرارات، يتركها من المقترحات يتركها جانبا، ثم يذهب إلى شخص ثاني ليس له علاقة لا بمؤسسة الرئاسة ولا بمؤسسات الدولة تماما، ويلتقي معه ليخرج هذا الشخص ويعلن أنه سيقود حوارا على وسائل التواصل الاجتماعي مع الشباب التونسي، ويترك مبادرة الاتحاد على جنب. ما الذي يجعل الاتحاد ينتظر حتى قيس سعيد يخرج هذه القرارات التي يستولي فيها على الدولة
ويستولي فيها على الشعب ويستولي فيها على المؤسسات. طيب اسمح لي دكتور هنا، ولكن متأخر خير من لا شيء. أها. أرى طيب. أن الاتحاد بدأ هو من البداية يعرف الحقيقة، ولكن بدأ ينحو منحى أن يقول لقيس سعيد كفى.